بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 148. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وتمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في أحكام النكاح، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن حكم رؤية المخطوبة وخطبة المعتدة وغير ذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود. وفي حديث آخر: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أدل ذلك على الإذن في النظر إلى ما يظهر من المخطوبة غالبا، وأن يكون ذلك في غير علمها ومن غير خلوة بها، وأن يكون ذلك بغير علمها ومن غير خلوة بها. قال الفقهاء رحمه الله: ويباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبا بلا خلوة إن أمن من الفتنة. انتهى. وفي حديث جابر: فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. فدل ذلك على أنه لا يخلو بها ولا تكون هي عالمة بذلك، وأنه لا ينظر منها إلا إلى ما جرت العادة بظهوره من جسمها. فإن هذه الرخصة تختص بمن غلب على ظنه إجابته إليها، فإن لم يتيسر له النظر إليها بعث إليها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم تنظر امرأة. رواه أحمد. ومن استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيه من مساو وغيرها، ولا يكون ذلك من الغيبة. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة كقوله: أريد أن أتزوجك، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فأباح التعريض في خطبة المعتدة، وهو أن يقول مثلا: إني في مثلك لراغب، أو يقول: لا تفوتيني أو لا تفوتيني بنفسك. فدل ذلك على تحريم التصريح، كأن يقول: أريد أن أتزوجك، لأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص على أن تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائها. قال الإمام ابن القيم: حرم خطبة المعتدة صريحا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة، فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها. وتباح خطبة المعتدة تصريحا وتعريضا لمطلقها إذا كان طلاقا بائنا دون الثلاث، لأنه يباح له نكاحها في عدتها. قال الشيخ تقي الدين: يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كان ممن يحل له التزوج بها في العدة. وتحرم خطبته على خطبة أخيه المسلم، فمن خطب امرأة وأجيب إلى ذلك حرم على غيره خطبتها حتى يأذن بذلك أو يرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. رواه البخاري والنسائي. وروى مسلم: لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. وفي حديث ابن عمر: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، متفق عليه. وللبخاري: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل
حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه، لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول وإيقاع العداوة بين الناس والتعدي على حقوقهم وحرماتهم. فإن رد الخاطب الأول أو أذن للخاطب الثاني أو ترك تلك المرأة جاز للثاني أن يخطب تلك المرأة، في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يأذن أو يترك. وهذا من حرمة المسلم وتحريم التعدي عليه. وبعض الناس لا يبالي بذلك فيقدم على خطبة المرأة وهو يعلم أنه مسبوق إلى خطبتها وأنها قد حصلت الإجابة، فيعتدي على حق أخيه ويفسد ما تم من خطبته. وهذا محرم شديد التحريم، وحري به إن تزوج تلك المرأة التي أقدم على خطبتها وهو مسبوق إليها مع تأثمه الشديد، حري به أن لا يوفق وأن يعاقب. فعلى المسلم أن يتنبه لذلك وأن يحترم حقوق إخوانه المسلمين، فإن حق المسلم على أخيه المسلم عظيم، لا يخطب على خطبته ولا يبيع على بيعه ولا يؤذيه بأي نوع من الأذى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.